مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من همزة وصل. كلنا وإحنا بنشاهد هذا التقرير كنا بنستدعي في ذاكرتنا هذا اليوم العظيم اللي كل المصريين شاركوا فيه بروحهم، وهم قانعين تماماً إن ده دورهم ناحية وطنهم اللي كان بينهب وبيسلب منهم، هويتهم اللي كانت بتمحى أو هناك محاولات لمحيها، وطبعاً لن يستطيع أي فصيل أياً كان إن يقدر يمحو هذه الهوية المصرية الراسخة اللي لم تستطيع أي جيوش أو غزو إن هو يمحو الهوية المصرية. كمان يمكن الكثير أطلق على ثورة 30 يونيو أي أسماء كثيرة جدا، البعض سماها يوم الكرامة ويوم العزة ويوم استرداد الوطن، ولكن يمكن أيضا أن نسميها هو يوم ولادة مصر الحديثة. نعم، مصر بعد ثورة 30 يونيو لم فقط تستعيد أرضها التي سلبت على مدار عام كامل، ولكنها كمان استطاعت أن تبني من جديد أرضها ومشاريعها ومؤسساتها. شفنا العديد من الخطط الإصلاحية سواء الاقتصادية والاجتماعية والفكرية أيضا، شفنا بناء مؤسسات جديدة بشكل جديد، شفنا مجتمعات جديدة، شفنا مشروعات جديدة. إذن هي تغير تام في تاريخ مصر لتتحول إلى مصر الحديثة التي طالما تمناها المصريين، وشفنا كمان حجم المشروعات الضخم الكبير اللي حصل خلال السنوات الست الماضية، شفنا كمان عودة مصر وقوة مصر الخارجية بشكل كبير وقيادة القارة الأفريقية وعودة مكانتها خارجيا. ده طبعا مش هنقدر ننسى كمان قوة الأمن المصري داخليا وعودة الكثير من الأوضاع الاقتصادية إلى نصابها الصحيح، ويمكن كمان إلى أفضل من وضعها سابقا. إذن نحن في مرحلة تحول، يوم 30 يونيو حول مصر إلى مصر الحديثة، مصر القادرة ومصر التي تستطيع. وده اللي هيكون محور نقاشنا مع حضراتكم النهاردة في حلقتنا من همزة وصلة، وهو كيف ترى دور ثورة 30 يونيو في بناء مصر الحديثة؟ بالطبع هننتظر مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج، وخاصة على صفحتنا على الفيسبوك على همزة وصل إي جي. مشاهدينا، قبل ما نبدأ مع حضراتكم عشان نلقي المزيد من الضوء على كل ما تم في الست سنوات الماضية وتحول مصر إلى مصر الحديثة، اسمحوا لنا نروح نشوف هذا التقرير ونرجع مع حضراتكم سريعا نبدأ. يأتي الاحتفال بثورة 30 من يونيو خلال العام الحالي، وقد أنجز الشعب المصري الكثير في بناء الدولة الوطنية الحديثة، حيث استطاعت الدولة خلال السنوات الماضية تحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات القومية. وقد تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عند توليه مقاليد السلطة بالعمل على إعادة بناء الإنسان المصري عن طريق برامج ومشروعات كبرى للتحديث والتنمية، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى 13 مدينة أخرى وعشرات الآلاف من الصوب الزراعية وعشرات الآلاف من المزارع السمكية، بالإضافة إلى آلاف الكيلوات من الطرق ومئات الكباري، إلى جانب زيادة الرقعة الزراعية وغيرها من مشروعات التنمية الضخمة. وتعد ثورة 30 من يونيو التي قامت عبر مظاهرات شعبية هي الأكبر في تاريخ مصر والعالم، وأصبحت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث يثور الشعب ويعلن إرادته واضحة جلية فتستجيب له مؤسسات دولته الوطنية في مشهد تاريخي لن يمحى من ذاكرة من عايشه. وقد مضت الثورة في ثلاثة اتجاهات، وهي التصدي للإرهاب ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية. زي ما شفنا مع حضراتكم في هذا التقرير، جميع المجالات
في مصر تم طرق أبوابها، شفنا المجال الاقتصادي الزراعي والاجتماعي، وشفنا الطرق، شفنا مشروعات اقتصادية بشكل كبير، شفنا عودة علاقات خارجية وعودة مصر بقوة في علاقاتها بالخارج. إذن هي تنمية شاملة عاشتها مصر على مدار الست سنوات السابقة، وده كان طبعا نتيجة خروج الملايين من المصريين في ثورة يونيو، اللي لولاها ما كناش ممكن نفكر مصر كانت هتكون فين دلوقتي. خلونا قبل ما أبدأ مع المحللين اللي هيكون معايا عبر الهاتف، نروح للزميل محمد عبد الحكم عشان يستعرض لنا بعض من آراء حضراتكم جات لنا على صفحة البرنامج. مساء الخير محمد. مساء الخير ميرفت. بالفعل هناك مجموعة كبيرة من التعليقات حول موضوع حلقة اليوم، سنبدأ بقراءة تلك التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على فيسبوك وتويتر وجوجل بلس وغيرها من مواقع التواصل. البداية مع حامد الطواب. ثورة 30 من يونيو هي ثورة شعب مصر حماها أبنائها من جيش مصر، فعلا حقيقة، فلن الجيش المصري هو أبناء شعب مصر. لقد اتفقنا نحن الشعب المصري أن نحمي حدودنا، فأرسلت كل أسرة مصرية ابنا من أبنائها، فأنا عن نفسي قلت لابني احمي الحدود من الأعداء يا ابني، وأنا والجيران وكل الشعب هنحمي الجبهة الداخلية، فإن جيش مصر العظيم هو أبناء هذا الشعب العظيم. لذلك رزقنا الله بالقائد الرئيس السيسي ليحقق منظومة الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط كلها. أيمن رمضان، عظيمة يا مصر بشعبها وقائد عظيم، نرى أهمية ثورة 30 يونيو في بناء نهضة مصر الحديثة. نعم، ثورتي 25 يناير و 30 يونيو تعمل على معادلة علم زائد أخلاق بيساوي نهضة عظيمة. يا مصر وحسن الجوار واستقرار وأمن وأمل لتعمير الأرض والحماية ونشر السلام، مصر أم الدنيا، مصر مهد البشرية والحضارات، تحيا جمهورية مصر العربية إلى الأبد. محمود أحد المشاركين بيقول نرى أهمية ثورة 30 يونيو في بناء نهضة مصر الحديثة. نعم، ثورتي 25 يناير و 30 يونيو إعادة مسار تقدم مصر، مسار صحيح للتقدم والنهضة بفضل الله بسواعد أبناء مصر الشرفاء وقائده الفاضل لتعويض تأخر نهضة مصر بسبب تراكم فساد الأنظمة السابقة، والآن نسعى لبناء حضارة مصر الحديثة واستقرار ونشر السلام وحسن الجوار. نفتخر نحن قمنا بثورة 30 يونيو لإبادة الفساد والإرهاب، حفظ الله مصر والوطن جيل بعد جيل عن قرب وعن وتحيا مصر وتعيش مصر وكل إنسان على أرض الوطن له عمل ومهمة بوحدة وطنية وانتماء وترتيب ووقاية. أحد المشاركين الآخرين حامد، لقد قرأنا تعليق لي حامد، سنقرأ تعليق لي أحد المشاركين الآخرين. ناهد عبد الفتاح بتقول السلام عليكم منذ عهد الرئيس عبد الناصر والجامعات الإسلامية، تصور للشعب أنها تملك الجنة التي يريدها وعندهم العصا السحرية التي تحقق كل الأمان، عندهم العدالة والمساواة وعندهم صحيح الدين وعندهم الكرامة وعندهم مفاتيح الجنة، وعندنا وعندما حدثت معجزة يناير لم يجد الشعب أمامه جماعة مستعدة لتقود الوطن وتحقق الوعود سوى الجماعات الإرهابية، ولأن الشعب المصري متدين بطبيعته صدق جزء كبير منهم ولتلك الوعود. إذن هذه معظم التعليقات التي وصلت إلينا حتى الآن. أنتقل إلى زميلتي ميرفت لكي تبدأ الحلقة باتصالاتها الهاتفية. إليك ميرفت. شكرا لك محمد، وطبعا شكرا لكل المشاركات اللي جات لنا على صفحة البرنامج، وبننتظر المزيد من المشاركات على صفحتنا. خلونا نناقش موضوع حلقة اليوم مع ضيوفي عبر الهاتف. هيكون معايا للحوار الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وأيضا هيكون معايا الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي. وأبدأ بالأستاذ عماد الدين. أستاذ عماد الدين تحياتي لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. يعني خليني أسأل السؤال بالعكس، ماذا لو لم يخرج المصريون في 30 من يونيو ضد حكم الجماعة الإرهابية، ماذا أو أين كانت ستكون مصر الآن؟ كنا سنكون للأسف الشديد ربما مصر اللي هي موجودة في ليبيا دلوقت، حالة موجودة في الجزائر، موجودة في السودان، وجدت قبل كده في سوريا، في العراق، موجودة في تركيا. تركيا بالمناسبة خلافة لما تصور كثيرا بدأت بتجربة ديمقراطية ممتازة، وكان عندهم أكبر نسبة نمو اقتصادي وعملوا صفر مشاكل، وكانوا عاملين نموذج اقتصادي هايل. بس في النهاية فكرة الاعتقاد شخص أو مجموعة أو تيار أنه بيستأثر بالرؤية الدينية أو الإلهية، ده مأساة. أي حد بيتاجر بالدين سواء دين إسلامي مسيحي يهودي واعتقاده أنه المخول الوحيد من السماء هو بحكم بإصابة رسالة الدين بتنتهي بكارثة. احنا شفنا نموذج في سوريا، بدأت الجماعة الدينية واحدة بتقاتل نظام بشار الأسد، ثم انقسمت بيه عندنا القاعدة، ما بيتش القاعدة بيت النصرة، وبعد كده بيت فتح الشام، وبعد كده كان عندنا داعش، وداعش انقسم قسمين، وكان فيه جبهة نور الدين زكي وجماعة الإخوان
مجموعة من المنظمات والتفريعات، وانتهى الأمر إن هم بيكفروا بعض. فهي فكرة إنه حد يتصور إن هو بتاع ربنا وحده وهو اللي بيدي صكوك الغفران، اتجربت وما زالت تجرب وعملت كوارث وأساءت للدين الإسلامي في المنطقة كلها. والنموذج السوري في أدلب دلوقتي، أدلب اللي بيسيطر عليها المعارضة السورية كلها، لكن القوة الرئيسية هي جبهة النصرة سابقا أو فتح الشاب، بيكفروا بعض وبيعملوا محاكم تفتيش. فبالتالي للأسف الشديد كان يمكن إن إحنا، أو اللي حصل في ليبيا في دارنا أو في تيرت مع ما يسمى الشريعة، لجنة الدفاع عن الشريعة أو هيئة معرفش المجاهدي مين، أو في تنظيمات كثيرة جدا. فالحمد لله إن إحنا لم نشهد هذا الأمر وقدرنا ننجو من هذا، لأنه ده لا يدركه إلا من عاش. ولما حد كان بيحب يعدي من بيت لبيت في سوريا في أيام حلب، مأساة حلب، بيبقى عايز وسط عشان إنه ده فصيل وده فصيل اللي مسيطر على المنطقة. مصر عافية أو مصر إلى حد كبير محصنة، لأنه مصر نسيجها واحد. فبالتالي حدوث ده صعب. والشعب بالمناسبة السودانيين قعدوا 30 سنة فيه، الإخوة السودانيين، عشان يتخلصوا من هذا الحكم. مصر عملته في سنة واحدة فقط لا غير. تمام. هسأل حضرتك معايا أستاذ عماد، وهروح للدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور عمرو، يعني ثورة 30 يونيو زي ما كان ليها آثار وتوابع سياسية مهمة جدا سواء على مصر أو حتى على المنطقة العربية كلها، أيضا ليها البعد الاقتصادي الهام اللي حول مصر إلى مصر الحديثة التي نعيشها الآن. أولا مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي القنوات المصرية. وفي ما فيش اي اصلاح اقتصادي، ما اي تنميه اقتصاديه بيتم الا من خلال اللي احنا بنسميه كريتيكال ماس او الكتله الحرجه. فلما ينزل 30 مليون شخص في الشارع ليطالب بالتغيير، فاكبر قوه دافعه لاي تنميه او لاي نمو او لاي اصلاح اقتصادي، مع وجود طبعا بالتاكيد البوليتيكال ويل او الاراده السياسيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لو وصل للحكم في ظروف صعبه جدا، اللي أدت بقيادة حكيمة مع طبعا التوافق الشعبي ومع الالتفاف الشعبي الجماعي لأمل جديد ولمستقبل أفضل، وإن مصر تمرض ولا تموت، ونحن محتاجين نتغير ومحتاجين نحن نرفع رأسنا تاني بعد ما كنا سقطنا في نسبة نمو اقتصادي مهمة، بعد ما سقطنا نسبة نمو اقتصادي 1.8% بعد الثورة، ونطلع النهاردة ل 5.6% أو 6.10% 6% نسبة النمو الاقتصادي من 1 إلى 6%. طبعا ده إنجاز، طبعا ده إعجاز في ظرف 4 سنوات أو 5 سنوات، ده يعتبر إعجاز، ولم يكن ليتم هذا إلا من خلال التفاف الشعب حول قضية معينة. النهاردة الرئيس السيسي يعني في خطابه للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحدث عن دور المواطن المصري في تحمل خطة الإصلاح الاقتصادي وأعباء وصعوبة هذه الخطة. حضرتك شايف إلى أي مدى شارك المواطن المصري في إنجاح هذه الخطة، خطة الإصلاح الاقتصادي؟ لا، أنت شوفي اللي حصل في اليونان، شوفي اللي حصل في أمريكا اللاتينية، حكم بينوشي في أسبانيا، كل الدول اللي في روسيا على سبيل المثال، الاتحاد السوفيتي، مش روسيا، الاتحاد السوفيتي السابق، رومانيا على سبيل المثال، وعدم تشاوشيسكو لما حصل انقلاب. الشعب المصري احيانا كان البطل الرئيسي في عمليه الاصلاح الاقتصادي، لانه تحمل ما لا يمكن ان يتحمله شعب اخر. وبالمناسبه كان الرهان على الا يتحمل الشعب المصري حقيقي، وعلى يعني يفور الشعب المصري ولا يحتمل الشعب المصري. ولذلك احنا نرجع للذاكره لورا، خلينا يعني نرجع كده ونفتكر الذاكره بتاعتها تبقى قصيره، نرجع لورا ونتذكر كلام السيد الرئيس المكرر والمتكرر في بدايه تولي حكمه، لما كان دايما يقول يا مصريين طول ما احنا ايد واحده ما حدش يقدر علينا، يا مصريين طول ما احنا واقفين مع بعض ما حدش يقدر علينا، يا مصريين ما تخلوش حد يفرقنا. ليه؟ لأنه هو رجل طبعا عسكري ورجل له خبرة كبيرة سياسيا، عارف وفاهم أن الثغرة الوحيدة التي يمكن أن تقتل الشعب هو تفتته. وأنا سمع دكتور الكريم بيتكلم عن سوريا، بيتكلم عن السودان، بيتكلم عن الدول العربية، الثغرة التي نفذ اليمن على سبيل الثغرة التي ينفذ منها وينفذ منها أعداء الوطن هي تفكك الوطن. حتى مهما اختلفنا في الرأي، حتى مهما اختلفنا في الرؤية، لا
لازم يكون عندنا يعني اللي بنسميه consultative process أو إرادة جماعية للتغيير. وأنا تاني بقول وافتكر حضرتك رجعيني كده إن كنت أخطأ ونرجع بالذاكرة اللي ورا، إن التاريخ مهم جدا لأولادنا وشبابنا يفتكروا كريستين لاجارد رئيسة البنك الدولي ورئيس صندوق النقد الدولي كيف كانت تصريحاتهم في 2013 قاسية جدا، والبنك الدولي رفض إن هو يتعامل مع مصر في 2013. نفس السيدة ونفس الرئيس ونفس المنظمات الدولية اللي كانت بتراهن على أنه لا يوجد استقرار ولن تقوم الدولة المصرية، نفس الأشخاص ونفس المنظمات النهاردة بيشيدوا في تقارير مؤسسات الائتمان نفسها في تقييمها للوضع الاقتصادي المصري النهاردة، نفس المؤسسات بتشيد في تقارير رسمية بخطط الإصلاح الاقتصادي المصري. يعني احنا كنا يعني في وضع مظلم. النهاردة احنا عملنا معجزة ولازم نفتخر بهذه المعجزة، ولازم نعترف بهذه المعجزة، لازم نتعلم الدرس. والدرس الرئيسي أساسي أن في قائد وإرادة سياسية اللي بنسميها political will، وأن في إرادة شعبية اللي بنسميها critical mass أو الكتلة الحرجة اللي هي قدرت أنها تستحمل، بنسميها كتلة الحرجة، وهي كتلة لأنها دافعة وقوية وحرجة لأنها تقدر أنها تستحمل. فهذه الكتلة الحرجة هي كانت الدافع الرئيسي للإصلاح الاقتصادي. نعم حسن، حضرتك تبقى معي الدكتور عمرو وهرجع لحضرتك تاني. بالطبع نروح مرة تانية أستاذ عماد الدين. أستاذ عماد، يعني لو حضرتك متابع معنا على الشاشة، دي عرض لكثير من المشروعات اللي تمت على مدار السنوات الست السابقة. بنتكلم في مشروعات طرق بمئات الكيلومترات، تمت مشروعات زراعية، مشروعات صناعية، الكثير من المشروعات. إلى أي مدى استطاعت هذه المشروعات إن إحنا تساعدنا إن إحنا نطلق على مصر إنها مصر الحديثة وليس فقط عودة مصر التي نهبت من بعد 2011؟ أنا للأسف بعيد عن الشاشة، لكن بصفة عامة طبعا مصر شهدت عشرات أو يعني العديد من المشروعات المهمة في البنية التحتية. أنا أسفة، هو في مشكلة في الصوت. هل تسمعيني بقى جيدا؟ ألو؟ اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك هناك العديد من المشروعات المهمة التي تم إنشائها في السنوات الماضية وكانت مهمة للغاية للبنية التحتية، ولا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية إلا في ظل وجود بنية تحتية أساسية. ربما يكون هناك خلاف على أولويات بعض المشاريع هنا وهناك، لكن كل مصر تحتاج الطرق، تحتاج الجسور، تحتاج المدن الجديدة. النقطة المهمة هي كيف يمكن الانتقال إلى التنمية الإنسانية أو التنمية البشرية، لأنه ما نعول عليه هو إصلاح التعليم وإصلاح الصحة. هذا هو المراد الحقيقي لعملية أي تنمية. مفروض إحنا نكون بدأنا في مسألة التعليم، وعلينا نحن نناقش طول الوقت. وافترض النهاردة يعني بالصدفة النهاردة 30 يونيو، بكرة يبقى بدء التشغيل التأمين الصحي الشامل، التأمين الصحي في بورسعيد ثم مدن القناة. ودي نقلة إن شاء الله نأمل أنها تكتمل عشان الناس تبتدي تحس ان في حاجه للامام وحاجه ايجابيه. التعليم والصحه هم الرافعه او يعني الحاجتين الاساسيتين اللي هنمشي عليهم للامام ان شاء الله. طب انا ليه سؤال، هو متى يرضى الشعب المصري؟ يعني دايما بنلاقي كل يعني هذه الانجازات على ارض الواقع اللي لمست كل المجالات، ولكن احيانا بنجد عدم رضا من بعض. متى يرضى الشعب المصري؟ النهارده كان هناك جزء مهم في كلمه السيد رئيس الجمهوريه فيما يتعلق بذكرى 30 يونيو، هو توجيه الشكر للشعب المصري اللي يعني حسب ما جاي في النص ان هو ضرب اروع الامثله في التحمل والصبر في اثار مشروع الاقتصاد. مشروع الاقتصاد فعلا البطل الحقيقي لي هو الشعب. الشعب ده تحمل ما لا يطاق في هذا البرنامج، وبالتالي عمليه الاصلاح خلفت يعني تداعيات كثيره. الناس طبيعي انها تزعل، لكن فكرة الرضاء الكامل مش موجودة لدى أي أمة. لو رحت حضرتك في النرويج أو السويد أو أمريكا أو سويسرا هتلاقي ناس غاضبة وناس راضية، بس صحيح. على الأقل يبقى في توافق من غالبية الناس على الإصلاح. طالما الناس توافقت عليه وطالما بدأت تظهر بوادر ومؤشرات، الناس بتبتدي تحس وبتقدر يعني. وهي دي النقطة، إن احنا نصل إلى إن الناس تبدأ تشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي، إنه حد يقدر يلاقي شقة معقولة، يلاقي طريق كويس يمشي عليه، يلاقي تعليم يأمن ان ابنه يروحه او بنته يبقى مناسب ليه وان هو مؤهل للمستقبل. لو الحاجات دي حصلت هي دي بدايات الاصلاح وبدايات، لانه في المرحلة اللي احنا عشناها الاولانية هي مرحلة ان المؤسسة الدولية راضي عننا،
دي اسمها الاصلاح الكلي، انت بتصلح العجز في الموازنه، العجز في الميزان التجاري، المؤشرات معدلات التضخم. نعم. لكن هي دي نفسها هي اللي بتاذي المواطن العادي. فلما اقدر اوصل لنقطه التعادل ان انا رضيت المؤسسات الدوليه او فاصلحت الاقتصاد الكلي وانعكس ده على مستوى معيشه المواطنين، هو ده الرضا اللي احنا نعمل نصل اليه في اقرب وقت. نعم. بشكرك شكرا جزيلا للاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق، واروح مره سريعه واخيره للدكتور عمرو صالح. دكتور عمرو، يعني بالطبع ثوره 30 يونيو كان للمصريين عدد كبير من المطالب، ولما نزلوا كانوا بالطبع لازاحه حكم الاخوان والجماعه الارهابيه من على الحكم، ولكن بالطبع كانوا ياملون في الكثير من المستوى المعيشي والإصلاحات. إلى أي مدى استطاعت الست سنوات السابقة تحقيق هذه المطالب بشكل كبير؟ شوفي، هو سؤالك مهم وهو مرتبط بالسؤال السابق اللي هو متى يرضى الشعب المصري عن الأحوال بشكل عام. الشعب المصري صبر بشكل كبير، والشعب المصري كان عنده طموحات وأمال في أن تتغير مصر للأفضل على كل القطاعات، وليس فقط على المستوى السياسي ولا على المستوى بل بالعكس المستوى الاجتماعي وفرص العمل والعداله الاجتماعيه ومستقبل افضل اللي هو كواليتي اوف لايف او جوده الحياه هو الاهم. وعشان كده يمكن البعض ما زال يتساءل متى نرى ثمار الاصلاح الاقتصادي، متى تتغير مصر. نعم. خلينا نفهم للناس ان احنا بنشتغل على مستويين، مستوى الماكرو ومستوى المايكرو. مستوى الماكرو اللي هي المؤشرات الاقتصاديه زي ما حضرتك قلتي، التضخم، البطاله، العجز في الموازنه، الانفاق العام، الاستثمار الخارجي المباشر، الناتج المحلي، الانتاج القومي، كل دي مؤشرات على المستوى الكلي احنا بنشتغل عليها واشتغلنا عليها وشغالين بشكل طيب جدا، والبلد بتحقق فيها انجازات والارقام لا تكذب، ودي ارقام مؤسسات دوليه. لما النهارده فيتش او مود ترفع التصنيف الائتماني لمصر من عدم مستقر الى بي بلس المستقر، في حين انها خفضت مع نظره ايجابيه طبعا. نعم، في حين انها خفضت الدول المجاوره زي تركيا على سبيل المثال وقطر على سبيل المثال. فان احنا نطلع مؤشرات قوميه ونتحكم في البابليك ديفيست او العجز في الموازنه، ونكبر الناتج المحلي، ونقدر نتحكم في التضخم، ونخفض نسبه البطاله. دي انجازات كلها لا يمكن ان ننكرها. ولكن المستوى المايكرو اللي هو الكواليتي اوف لايف اللي هي الديلي لايف، الحياه اليوميه، زي ما كان ضيفكم الكريم بيتكلم على التعليم، بيتكلم على الصحه، انا هضيف عليها الشارع. تتغير مصر عندما تتغير الثقافه وتتغير المنظومه ويتغير النظام على مستوى الشارع. الشارع مهم جدا. الشعب المصري لما نزل الشارع، ما نزلش في حته ثانيه، تمام، ما نزلش في مكان ثاني، نزل الشارع لانه عايز يغير الشارع. صحيح. وبالتالي الخطوه التاليه، وعشان كده احنا بنقول للناس اصبروا، الثقافه والوعي. ممكن بنقول للناس اصبروا ليه؟ لان انا لازم قوي عندي فلوس، لازم عندي انتاج، لازم عندي مصانع، لازم عندي استثمار، لازم عندي بنيه تحتيه. الكلام ده اتعمل الحمد لله بشكل طيب جدا وبشكل محترف خلال السنوات الماضيه. النهارده المرحله التاليه زي ما كان ضيفكم كريم بيتكلم، فعلا محتاجين ان احنا نشتغل على الديلي لايف، على جوده الحياه. جوده الحياه. نعم. وده طبعا هيكون انعكاس هيكون انعكاس كبير للوضع الاقتصادي اللي بيتحسن بشكل كبير، لان هيكون للدوله امكانياتها لتحسين جوده الحياه اليوميه للمواطنين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح الاستاذ الاقتصاد السياسي، بشكرك شكرا جزيلا. وخلونا نروح نشوف اراء حضراتكم في الشارع المصري، ونرجع مع حضراتكم نكمل حوار. ثورة 30 يونيو دي ثورة عظيمة قام بها إنسان، يعني إحنا مهما عملنا مش هنوفيله. 30/6 هي اللي بنت مصر، قديما ما كانتش مصر، حديثا بقت مصر. إحنا التمسنا والحمد لله بعد 30/6 الدور الكبير اللي قامت به الثورة، وحال المصريين اللي اتغير من انقطاع الكهرباء، من انقطاع المية، من البنية التحتية اللي بايظة، علاقتنا بالآخرين، علاقتنا بالدول الأفريقية، علاقتنا بأوروبا كلها كانت بايظة، كانت مهدمة. سيادة الرئيس أعاد لينا زي ما قال إن مصر قد الدنيا، ومصر هتبقى قد الدنيا. استقرار بيجي مع النمو الاقتصادي. كل ما بتديني اقتصاد وكل ما بتشغلني خلاص أنا ما عنديش اتجاه تاني. أنا هدفي في الحياة إن أنا أنمو اقتصاديا وأتطور وأعلى.
طول ما انت بتعلي من مستواي المادي مستواي الاقتصادي ومستواي الامني بيزيد. قبل 30 يونيو ما كناش، انا كنت باجي بالعربيه خايف الحق ده في كمين قدام ناس واقفه بالسلاح الالي بتثبت، ما كانش في امن. طبعا كنت اتمنى اشوف هذا التقرير كل طوائف الشعب، لان هذه الثوره تحديدا ما فيش فصيل او اعمار او نوع، ما نزلش امراه ورجل، طفل وشاب وكهيل، كل طوائف الشعب نزلت، الغني والفقير، كل طوائف الشعب شفناها في هذه الثوره. شفنا الملايين كلهم انتفضوا عشان يرجعوا وطنهم مره ثانيه. وبالطبع يعني احنا بنقابل في حياتنا اليوميه كل المواطنين واستحسانهم لهذه الثوره وقد ايه هي غيرت حياه مصر كلها ورجعت مصر مره ثانيه. هنكمل حوارنا مع ضيوفي عبر الهاتف، وهيكون معايا للحوار في الجزء الثاني السيدة اللواء سمير فرج مدير إدارة شؤون المعنوية سابقا، وأيضا هيكون معايا الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. واسمحوا لي أبدأ بسيادة اللواء سمير فرج. سيادة اللواء تحياتي لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. تحياتي لحضرتك وكل شعب مصر العظيم، وكل سنة ومصر كلها طيبة إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. يعني طبعا عندما نتحدث عن ثورة 30 يونيو لا يمكن أن نغفل دور الجيش المصري العظيم في حماية هذه الثورة والالتفاف حول مطالب الشعب المصري وتلبية طلباته بعزل هذه الجماعة نهائيا من على رأس الحكم. هلك شايف إلى أي مدى التصقت أو استطاعت هذه الثورة أن تدعم العلاقات أو توطد أكثر العلاقات ما بين الشعب المصري وجيشه؟ طبعا نقول أن في البداية أول ما الشعب حس بأن السنة بتاعت الإخوان دي كانت سنة ليست سليمة في تاريخ الشعب المصري، وأن الشعب المصري بدأ يرفض هذا النوع من الحكم، بدأ الشعب يتحرك. ومع تحرك الشعب انت شفت من اول يوم الجيش اتحرك، الجيش كان هو اللي مساند هذا الشعب بهذه الحركه. وده الكلام ده حتى من 30 يونيو، انت فاكره من 25 يناير يوم عناصر الجيش المصري نزلت من معسكراتها الى مدينه القاهره، كانت اول حاجه كانت مكتوبه يسكت مبارك او ارحل يا مبارك، وكانت الناس كلها مش مصدقه هذا الموضوع. فعشان كده بنقول دايما ان الجيش هو صمام هذه البلد، وهو اللي بيحقق اهدافها، وهو اللي بيحافظ على الدستور، وهو اللي بيحقق الشعب عايزه. واحنا شفنا ان لولا حقيقي لولا تحرك القوات المسلحه المصريه والجيش المصري ما كانش نجحت ثوره هذا الشعب. عشان كده اصبح الجيش المصري مثل. ونشوف النهارده، مش عايز اقول الدول اللي حوالينا شكلها ايه، لان ما عندهاش جيش قوي. لا يا فندم لازم نقول، لان دي نقطه مهمه، يعني الجيش عامل كبير جدا في المقارنه ما بين مصر وما بين باقي الشعوب. انا هديك مثال زي النهارده الجزائر، شوف الدنيا عامله ايه بعد بوتفليقه ما مشي، وان الجيش مش قادر يتحرك عشان يحقق. والنهارده شوف السودان 30 والسودان طبعا شايفه ايه اللي حصل. فانت النهارده بنقول سوريا ايه اللي حصل، والعراق ايه اللي حصل، انت فاهمه، كل العالم العربي واليمن، انما الدوله اللي فيها جيش قوي بيقدر يحمي هذا النظام ويقدر يلبي مطالب شعبه المضبوطه، بالتالي بيقدر الشعب ده يحترمه. وبعدين تعالي والجيش ده منين؟ ما هو ما فيش بيت في مصر الا الابن اذا كان مجند، او الابن ضابط، او الاخ ضابط، او الزوج البنت، او يعني هو من نسيج هذا المجتمع عبر التاريخ. فعشان كده انا بقول ان الجيش هو اللي ساند هذه الثوره، وكانت كلمة الرئيس النهاردة معبرة تماما تماما تماما، وقال ان احنا القوات المسلحة والشرطة قدرت تقضي على منابع الارهاب وعلى الدوالي اللي موجودة عاملها الارهاب في مصر. والحمد لله ان في ظرف السنتين اللي فاتوا تقريبا قضينا على البنية الرئيسية التحتية، ايوه، اللي بتاعت الارهاب. والنهاردة اصبح في حاجة بتحصل او اتنين، وده احنا قلناه من اول يوم عادي. طيب نقطة كلمة عادي دي عايزة أسأل حضرتك برضو فيها،
فكرة إن مازال الجيش المصري وأبناء الجيش المصري والشرطة المصرية بيدفعوا ثمن نزول المصريين في هذا اليوم بهذه الأعداد مطالبين جيشهم وشرطتهم بحمايتهم. بالضبط، برافو عليكي. فعلا الجيش والشعب والشرطة النهاردة هم بيدفعوا الثمن، لأن زمن شفتي وتقال الناس برابعة قال لك أنتوا لو شفتوا هنعمل هنولع الدنيا فينا، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي. هم اللي بيحركوا كل حركات الإرهابية. والنهارده يوم يعني يوم العيد اللي فات الصبح، ولما السيد الرئيس قعد مع اسر الشهداء، انا اكتر واحد اتاثرت، شايفه كلهم ايه؟ كلهم نقبه ورواد، شايفه الام شايله رضيع وداخله تسلم على السيد الرئيس، كلهم ولاد اطفال سنتين وثلاثه. طب ذنب ايه الابهات دول عشان يستشهدوا؟ ذنبهم ايه؟ ذنبهم ان الاخوان عايزين ينتقموا من هذا الشعب اللي قام بالثوره والجيش والشرطه. فطبعا زي ما حضرتك قلت فعلا بالظبط، هم قاموا ينتقموا من الجيش والشرطة من إنه حمى المصريين في 30 يونيو وأيدهم. نعم، وأيدهم، فعشان كده ده كان فريقهم للإرهاب في سيناء خلال الفترة اللي فاتت. حسنا، حضرتك تبقى معي سيادة اللواء سمير فرج، وهروح لأستاذ جمال الكشك رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك، وكل عام وكل المصريين وكل المنطقة العربية بخير بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو. نعم، عندما نتحدث، يمكن عايز أكلم حضرتك في الشأن الخاص بحضرتك وهو الشأن العربي أكتر، إزاي ثورة 30 يونيو مش بس فادت وأنقذت الشعب المصري ومصر، ولكن كمان كان ليها أثرها الإيجابية وحمت كمان الشعوب أو عدد كبير من الدول العربية والمجتمع أو الدول العربية والمجتمع العربي كله؟ يعني عايز أقول لحضرتك أنه الأمن القومي المصري هو نفسه الأمن القومي العربي، وهو مفتاح الحفاظ على الأمن القومي العربي. مصر تشكل ركيزة أساسية وقوية ومفصلية وحاسمة وفاصلة في توازن واتزان وبقاء واستقرار الإقليم والمنطقة العربية بأكملها. وبالتالي أن نجاح ثورة 30 يونيو وخروج المصريين لحماية واستعادة مصر من الاختطاف هو بالطبع وبكل ثقة وبكل وضوح وبكل قراءة متأنية وعميقة، هو أيضا استعادة المنطقة العربية بالكامل من الاختطاف. المخطط هنا الإخوان جاءوا إلى مصر أو حكموا في 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 لحظة استثنائية، هي جزء من مخطط عام، مخطط عالمي يريد تقسيم المنطقة، مخطط عالمي يريد تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير. الإخوان جاءوا أو جماعة الإخوان الإرهابية جاءت لتنفيذ مهمة تتعلق بالمنطقة العربية، وبالتالي مصر كانت بالنسبة لهذا المخطط هي الورقة الأقوى، هي الدولة الأهم، لأنه هم يفكرون ويحللون ويرون أن سقوط مصر يعني سقوط المنطقة، وبالتالي خلينا أقول أنه نجاح مصر هو نجاح للمنطقة بالكامل. لو أن الإخوان في مصر استمروا أكثر من هذه الفترة، بكل تأكيد تشير القراءات وتشير التحليلات، ومعك الخبير الاستراتيجي الكبير سيادة اللواء سمير فرج يؤكد هذا الكلام، أنه لو أن استمر الإخوان في حكم مصر هذه الفترة، أعتقد أنه المنطقة بالكامل كانت ستتعرض لنتائج ليست هي التي نعيشها الآن. ربما يعني عشنا بعض أو يعني تعرضت بعض العواصم ودفعت الأثمان مثل سوريا والعراق أيضا واليمن وغيرها وليبيا، لكن هذه الخسائر مصر أوقفت المد الإخواني. نعم، ما حدث في يعني كانت تزداد كثيرا لولا ثورة 30/6. وبالتالي ثورة 30/6 ليس فقط غيرت المشهد في مصر وفي المنطقة العربية، أؤكد لك بكل يعني يعني يقين أنها غيرت العالم. ثورة 30/6 أربكت الخطط العالمية. نعم،
أربكة الخطط العالمية ومخططات العالمية تجاه المنطقة العربية. غيرت العالم بكل تأكيد. المسألة هنا ليست كلام إنشائي ولا شعارات ولا لا، غيرت العالم لأنها أعادت حسابات العالم من جديد. نحن أمام دولة مصرية وطنية قوية بشعب أراد الحياة بشكل حقيقي. صحيح. فاستجاب له القدر في هذه اللحظة، وبالتالي المتغيرات انعكست بعد 30/6. اقرأ المشهد، موقف مصر من أوروبا، موقف مصر أو موقف أوروبا من مصر. الدول التي كانت اتخذت مواقفا كبيرة جدا من مصر، جاءت مصر استضافت أوروبا في مدينة شرم الشيخ أرض السلام في القمة العربية الأوروبية. صحيح، في أول مرة. في الدول التي كانت لديها مفاهيم مغلوطة الآن أصبحت يعني تبادر وتستضيف القيادة السياسية في المنتديات العالمية. أيضا في إفريقيا، مصر التي كانت يعني تم توقيف تعطيل عضويتها آنذاك أصبحت الآن رئيسة للاتحاد الأفريقي. إذن كل هذه الشواهد أو التحركات التي تحدث لمصر والمتغيرات التي تحدث لمصر بعد ثورة 30 يونيو تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هذه الثورة صحيحة، أن هذه الثورة غيرت مسار التاريخ كله في المنطقة العربية ومخططات العالم. نعم، بشكرك وبعتذر لضيق الوقت أستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. وأروح مرة أخيرة وسريعة للسادة اللواء سمير فرج. سادة اللواء، يعني سؤال سريع وملح جدا، يعني كيف استطاع الجيش المصري خلال هذا العام، عام تولي الجماعة الإرهابية للحكم، أن يحتفظ ويحافظ على الأسرار العسكرية المصرية وعدم السماح بتوغل العناصر الإخوانية داخل صفوف الجيش المصري؟ لا، شوف، هو الجيش المصري عنده نظام من أول يوم، وليس الفترة دي بس، إن الجيش المصري بينظف نفسه أول بأول، لأن احنا جزء من نسيج هذا المجتمع. بتبدأ يخش عندك جندي من أصلا من هذه العناصر أو منهم، فبالتالي أنت بتلاقي دايما أن القوات المسلحة دايما بتحاول تنتقي عناصرها، تفتش عليها، وذلك لم يحدث إن احنا شفنا الفترة اللي فاتت أي جزء يشين القوات المسلحة. فأنا بطمن شعب مصر، اطمنه، جيشنا سليم وجيشنا واعي، جيشنا يعني متفتح دايما ان ممكن تحصل اي حاجه من هذه العناصر، لكن عمرنا ما هيكون عندنا مثل هذه العناصر داخل القوات المسلحه. اذا كل التحيه لقواتنا المسلحه، وكل التحيه لحضرتك سياده اللواء سمير فرج مدير اداره الشؤون المعنويه سابقا. شكرا جزيلا لحضرتك، وايضا الشكر لحضراتكم مشاهدينا، وكل عام وحضراتكم بالف خير. وقبل ما اختم مع حضراتكم اذكركم بسؤال حلقه الغد من همزه وصل، وهي: كيف ترى استعداد المستشفيات لتطبيق مبادره التشخيص عن بعد؟ هننتظر بالطبع مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه للبرنامج، وخاصه بالطبع على صفحتنا على الفيسبوك على همزه وصل اي جي. مشاهدينا، كل عام وحضراتكم بخير. بشكر لحضراتكم حسن المتابعه لحلقه اليوم، والى اللقاء.